مناطقنا نحن ساكنين فيها ومناطق أهلنا البعيدين سواء كان في وسط الكردفان أو في شرق السودان. ما ممكن تقدم شيء بدون أمان. فهمت القصة دي؟ السلام أولا. والسلام ما بيجيبه همتي ولا بيجيبه حمدوق لوحده ولا بيجيبه إنت لو. لكن أنا وإنت لو اتفقنا وخلينا النبرة بتاعت العنصرية دي وخطينا يدينا مع بعض ورضينا ببعض نقول بنمشي لقدام. أنا من أبر الله يبدأ بحيي أهلي كلهم وبحيي كل الشعب السوداني وتحية خاصة لأبناء عمومتي. أنا بحييهم شديد جدا. متوحدوا خطوا يدينكم مع بعض أقبلوا بجيرانكم أقبلوا بناسكم المعاكم وحافظوا على النسيج الاجتماعي الموجود في داخل أراضيكم أينما كنتم سواء كان في غرب السودان أو في وسط كردفان أو في شمال كردفان أو في جنوب كردفان في النيل الأزرق في الدمازين في سنار في القضارف في كسلة في بور سودان أينما كنتم أبناء الفولان عليكم أن احترام الجيران وناسكم القاعدين معهم. ده المطلب الأساسي أن احنا ماشيين فيه دايرين نرجع النسيج الاجتماعي حقنا. لأنه بقول الكلام ده ليه وجهته لأبناء الفولان؟ لأنه إذا ما نظف بيته ما منظف بيت جاره. دايرين كل الشباب وكل القبائل الموجودة في السودان دايرين نفس الفكرة الماشين بها شباب الفولان الآن في توحيد الوحدة بتاعت الصف بتاعت الناس كلهم يتوحدوا يكونوا سوا ويحافظوا على النسيج الاجتماعي بتاع جيرانهم رغم الاعتداءات الكثيرة برضو الناس تحافظ وتبني الوطن. دايرين كل النسيج الاجتماعي ده حتى الأخوان الموجودين في داخل المعسكرات دايرين كلنا نتوحد نخط يدينا مع بعض عشان نبني دولة عشان نشيل أخوان القاعدين في المعسكرات ديل. يا جماعة الناس ديل بيدفع تمن غالي وأنا وإنت بنجي بنتنابس هنا وفي مسكين وفي زول سارح ببقره وفي زول راعي وفي زول ما عنده بقر كله قاعد في معسكرات لا حول ولا قوة لا بيقدر بيزرع لا بيقدر بيسير لا بيقدر بياكل لا إلا ولا أي حاجة لا حول ولا قوة فيه. وأنا وإنت نقعد نتنابس إنت قبيلتك وأنا قبيلتي وإنت صيفتك وأنا صيفتو هم بيدفعوا الثمن. فرجاء خلونا نتقي الله في أهلنا في أسرنا في قبائلنا في خشم بيوتنا في وطننا. الكلام ده مهم جدا بالمناسبة. والسودان ما بيطلع من قبيلته وقبيلتك بسهولة إلا إذا في وعي تام. وده الكلام الدارين إنه إحنا لكن بنمشي بنرجع لورا. ما بمنع أنك إنت تحافظ لتراثك وتحافظ لقبيلتك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر القبائل ذكر القبائل في آيات كثيرة وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معناته شنو؟ معناته القبيلة دي ما عيب أنك إنت تكون إنك قبيلتك وتعتز بها وتفتخر بها ما دام هي أصلا الله سبحانه وتعالى ذاته جعيلة ما مشكلة. لكن لازم ترضى بالآخر ولازم تحترم الغير ولازم تحترم الجيرة ولازم تنظف بيتك من الوسخ ومن الخيانة ومن الدنس عشان يكون في وطن حقيقي. عشان لما تنظف بيتك من المجرم أي سوداني الكلام ده ليه أي سوداني المجرم الفي بيتك الفي بيتك ده شنو الفي قبيلتك. يلا عشان ما تكون قلت لي والله يا خينا الله في بيتنا ما في قبيلتك بتعرف مجرم هاي نظف نظفوا اتوحدوا اتكاتفوا حافظوا على النسيج الاجتماعي اللي انتوا قاعدين فيه. القبائل دي ما ساقنا في أراضيها لوحدها في ناس قاعدين معاكم. الناس القاعدين معاكم ديل يجب احترامهم يجب احترامهم ليلا ونهارا. ليه؟ لأنه ده التعايش السلمي ده التعايش السلمي بيبدأ من هنا. الزول اللي انت لو ماسكه كويس مهتم بيه ما بيسيعه ما بيسمع منك كلمة شينة ما بيسمع منك جرح ما بيسمع منك أي حاجة سمعتك بتكون انت هذا قدام هناك. ويجب علينا نحن نتوحد كأبناء الأمومة يجب علينا نتوحد توحيد حقيقي
بالذات في الوقت الراهن، مع احترامنا لكل القبائل ومع احترامنا لكل الشعب السوداني، كلامنا ده يعني ما مقللين شان القبائل لا ابدا، احنا دارين التلميع. اكثر ناس نحن متضررين، احنا الرحل اكثر ماشيه الان، اهل الماشيه، ولما تكون في حروبات اهلنا بيضيعوا بين جنوب السودان وافريقيا الوسطى وفي دارفور وفي النيل الازرق وفي الحدود الحبشيه. نحن بندفع الثمن سنويا، بيموتوا لنا 100 120 راجل سنويا، والا يزيد سنويا بيموتوا لنا ناس. فيجب علينا كابناء الفلان او ابناء الفلاته معلش في السودان، يجب علينا نتوحد، يجب علينا نكون عندنا كلمه حقيقيه ونلتف حول قاداتنا وعلماءنا كويس عشان نمشي لقدام. بمعنى الكلام ده دايرين شنو؟ دايرين نحافظ كيفيه انه نعمل تنميه مستدامه لاهلنا الرحل، دايرين نعمل لهم استوطان اهلنا الرحل، لانه بعد 20 سنه او 30 سنه لقدام ما في تاني بقره بيصير، ما في. الموضوع ده لازم وده داير شنو؟ ده داير السلام، وده داير التعايش السلمي، والكلام ده ما لينا نحن برانا. كل القبائل الموجوده الرحل الان الناس اللي عندها ماشيه بعد 20 و 30 سنه لقدام بيكون في مشاكل اكثر من كده. دي الحاجات لازم نحن نمشي عليها، ولازم نحط لها اعتبار، ولازم نجي نشوف لها دراسات حقيقيه عشان نقدر نحافظ على التنميه ونخفف شنو؟ الصدمه للمواطن السوداني وللرحل اينما كانوا، ونوفر لهم البيئه الاساسيه كويس والمرتع الحقيقي والسكن الملائم والتعليم والصحه. دي الكلام اللي احنا دايرين نعمله. والمشروع عشان يتنفس داير سلام في البلد، وعشان يكون في سلام لازم احنا نقدم الايادي البيضاء لناسنا الموجودين معانا، لازم نقدم الايادي البيضاء لجيراننا، لازم نقدم الكلمه الطيبه لجيراننا، ولازم نحترم كل الشعوب الموجوده ونحن الموجودين في نصهم. لازم نكون احنا يعني ما نحاول انه نسير الفتن، وما نحاول انه ما نقبل الاخر، لا نقبل اي انسان عشان احنا يقبلونا، عشان تنقبل عند الناس، عشان تكون مقبول، عشان تكون عندك يعني اي محل مشيت عشان تنذكر بالخير وتنطري بكلمه طيبه، لانه انت ازرع الطيب شجره طيبه، لما تزرعها بتستفيد منها. نقدم السبت عشان نلقى الاحد. حافظوا على الكيان، حافظوا على كيانكم، يترابطوا، اسمعوا الكلام ده كويس. ابناء الفلان في السودان كلامنا ليكم انتوا الان، يجب علينا نتوحد توحد حقيقي، ونقبل بكل الاهل، ونقبل بكل الجيران، ونشيل النبرة العنصرية والمجارمة الموجودين. إذا هم موجودين ومعروفين ما في قبيلة بتقل في داخل السودان ده بدون مجارمة إلا من رحم الله، ديل يتحاسبوا، الناس تتدفع حول حول الأساتذة أصحاب العلم. والكلام ده الرسالة لكم أنتم من الدكاترة ها البشر والبيطري، الدكتور البشر والدكتور البيطري، الناس بتاعت التنمية، مهندس الجيولوجية، المعمار، القيرهم. يا جماعة نحن لو اتوحدنا وخطينا يدينا مع بعض بنقدر بنمشي لقدام، لأنه أنت لو ما نظفت بيتك ما في زول بينظفه لك، ولو ما عملت صندوق عشان تبني بيتك ما في زول بيبني لك، ما في. منطقتك دي الفيدرالية، اشتغل بالفدرالية في منطقتك، اشتغل بالفدرالية بلجان مكونة كويس، وعملوا صناديق والناس تعملوا التبرع، وعملوا جمعيات خيرية ومنظمات، وعملوا ابني حلتك، ابني فريقك. قال انت منو؟ ما عم تتكلم عنه. بقري لك التحية كويس عشان نقدر
نحافظ على النسيج الاجتماعي حقنا عشان نقدر نبني لأجيالنا الجاية، عشان نقدر نخط بصمة أجدادنا وأجداد أجدادنا خطوا بصمة، لكن جات فئة كده في النص زي حاجز المطر قطع النسيج الاجتماعي وفصل الكلمة الطيبة كانت الموجودة، لأني رجع تاني في محلها ونسبتنا ما قليلة في السودان، لكن عدم الترابط حقنا بنجي بنلقى حتى يعني في الحكومة الهسي قاعدة الحكومة المدنية دي أبعدتنا تماما من حتى احنا شفنا الأولى يعني احنا بنسبة 25% من سكان السودان فما فوق، الفلاتة بنسبة 25% فما فوق، لأن احنا فائقين 10 مليون وفوق، فهمت؟ طيب ديل الآن في الوقت الراهن عشان تعرف أنه إحنا ناس مسالمين حق السلم، يعني أكثر يعني أكثر قوة موجودة بشرية وثروة حيوانية مننا نحن، والتحية لكل القبائل الموجودة في السودان. رغم عن ذلك مبعدين تماما من المراكز الحساسة للدولة بتحميش كامل، ونحن راضين على ذلك وساكتين، ونجم نفتش لما نجي نعاين لمناطقنا ومحافظاتنا ومناطق الروعة حقتنا، بتلقى الرأي حقنا والزراعة حقتنا والمواطن حقنا بيدفع الثمن ليلا ونهارا، وبنظلم ليلا ونهارا. ليه؟ لأنه ما توحدنا، ما خطينا كلمتنا مع بعض. اي نعم احنا ما عندنا حركة مسلح، اي نعم احنا ما عندنا احزاب سياسية، ده كله كويس، احنا قاعدين مشتتين، وده بيدفع ثمن لاجيال، بيدفع ثمن لاجيال. الليلة لما تيجي تقول في كم بروف عندنا من ابناء الفلاتة؟ كم؟ 10 15 20 بروف في السودان، نسبة 95% و7 من 10 العلماء الموجودين من السودان دير كلهم من ابناء الفلاتة، 75% او 50% لو حسبناه، والمعالم بارزه. لكن رغم عن ذلك التحميش ده بيجيبه شنو؟ لانه انت اللي بتجيب حقك، بتجيب حقك بظهورك، بتجيب حقك لما انت واجه، بتجيب حقك بشجاعتك. لابد انه الناس تتكاتف وتخط يدينا مع بعض، وتخط يدينا مع بعض دي يعني تخط يدينا مع بعض كيفية تعمل تنمية حقيقية، تنمية حقيقية. والكلام ده احنا بنوجهه لمنو؟ بنوجهه لأصحاب العلم، الناس المتعلمة، الفئة المتعلمة من الدكاترة والمهندسين وغيرهم، دي الفئات موجودة الآن بكثافة عالية جدا، والتحية لكل الروابط أينما كانوا. يجب علينا الآن نلتفت، أبناءنا والرعاء كلهم هم اللي بيدفعوا الثمن، هم اللي بيدفعوا الثمن، سواء كان في الحدود الحبشية أهلنا اللي بيدفعوا الثمن بنسبة 55% و7 من 10، سواء كان في الحدود الغربية هم اللي بيدفعوا الثمن، الرحل بيدفعوا الثمن، سواء كان في أفريقيا الوسطى، سواء كان تجاه الردوم، سواء كان تجاه الفيفي، سواء كان في جنوب دارفور، سواء كان في لما نيجوا راجين وطالعين القوس، يعكلوا ليلا ونهارا. الكلام ده ليكم انتم، الناس تتوحد، خطوا يدينكم مع بعض، خطوا يدينا مع بعض، ونطلع الطاغات العلمية، ونحافظ على جيرتنا
ونحافظ على سمعتنا وكرامتنا بالتي هي أحسن. ما نظلم حد ولا نسيء لحد ولا نأخذ مال حد ولا نسمح لإنسان يشيل مال إنسان. دل يجب علينا النسيء الاجتماعي أن احنا دائرين نسأله كأبناء فلان. وحان الوقت الآن، حان الوقت للتوحد والسلم والتنمية، نتوجه للتنمية الحقيقية في مناطقنا أينما كانت. بدأت تصدر البهائم مثلا من الأراضي الموجودة الآن، إذا كان قلنا الأراضي الموجودة الآن يعني الماشية نسبة 55% من الماشية من جنوب دارفور أو من دارفور. السلخانات بدأت تكون في آخر الدنيا، السلخانات ليه ما تكون في التنمية في نفس المناطق اللي فيها البهائم؟ نفس المناطق يكون فيها سلخانات، يكون فيها مزارع للألبان، يكون فيها كل شيء. لازم يتوفر الأمن، والأمن بيتوفر برضه بشنو؟ بيتوفر بالتوحد، بيتوفر بالتوحد وبالسلم، وترضى بالآخر وتحافظ على جيرانك. ديل إذا أنت ربطت النسيج الاجتماعي حقك، ممكن في عام 2030 يكون نحن قللنا وكون حافظنا أقل حاجة، يعني كون نحن حافظنا بالنسبة 50% لأهلنا، وفرنا لهم المياه والمرتع والسكن والتنمية المستدامة والصحة والتعليم. دي المهمات جدا بالمناسبة. الواحد من أهلنا بتلقى إنه ما شاء الله مراحين بتاع البقر، لكن يؤكل، ما لاقي لهم محل إنه يرتعم فيه ذاته، ما لاقي. والآن في الوقت الراهن زي ما قلت، تعال انظر للولاء والتشكيل الحكومة المدنية، دي ما فتنة، وما بمعنى انه انا حامد ضد الحكومة، ما ضد الحكومة المدنية، لكن داير اوريك انه نحن قاعدين نعاين بدراسات كبيرة جدا. احنا برضو عندنا فهم ترى بالمناسبة، وعندنا خدمة طويلة ممتازة ونفتخر بها، يعني بتخلينا انه احنا بنعرف مدى انه الخطة السياسية الجديدة الماشية علينا شنو. فعشان كده نحن بنبنيها بالسلم، بنبنيها بالسلم. وما قالبنا إذا أنه المناصب في السودان، إذا المناصب في السودان أو رفع الشأن بتاع القبائل بيهتموا بها في السودان عشان تشيل السلاح، كان ما قلب الفلان أنه يشيل السلاح. لكن الفلان هم أهل السلم، ما بنشيل السلاح. مع احترامنا لكل القبائل اللي شالت السلاح، ولا استفزاز لأي قبيلة، لكن أنا زعلني جد التشكيل الحكومة الماشية الجديدة نفس السيناريو اللي بدت به القوانين الفرنسية في الدول الأفريقية في قرب أفريقيا لإبعاد القبيلة الكبيرة الممتدة في 26 دولة أفريقية. حاولوا يبعدوها سياسيا، ايديولوجيا، تدمير اقتصاديا، بسياسات بحتة جدا وتقطيع النسيج الاجتماعي. وحتى يجي يقول لك والله يا اخي كان بعد سنين كده قبل في السبعينات، يقول لك لا والله يا اخي الفلاتي ما يطلعوا جنسيه اللي يجيب 4 شاهد، ولما تمشي تجيب الدي ان ان بتاع الفلاتي بتلقاه قاعد بنسبه 30% في الكوش. طيب أثبتت الدراسات الأخيرة أن الفلاتة أو الفلان دي آخر دراسة، الفلان بزاد نفسهم هم النوبين. رأيكم شنو انتوا أسيب الكلام ده كويس؟
قالوا اللغة الفلانية دي لغة الأم، جابوها في الحجرات من قبل 7000 سنة لما جزء منهم حاجر على غرب أفريقيا تجاه السنغال، ولغة الأم الهسي حاليا الموجودة. الاستعمارات الفرنسية والمستعمرات الغربية لما جات دخلت أفريقيا ودائرة تخش أفريقيا بالمخابرات حقتها، لقت أنه في قبيلة مربوطة مع بعضها ومغطية أفريقيا دي كلها. قالوا القبيلة دي ممكن تتكالب وتتصابك أنها تتفازع مع بعضها كويس، إذا كانوا هم يستعمروا تشات في الكاميرون، الفلاتة موجودين في سنتر أفريقيا موجودين، وفي نيجر موجودين، وفي نيجيريا موجودين، وفي السودان موجودين، ممكن يتفازعوا. إذا اتفازوا الاستعمار شنو بيسقط؟ خطوا سياسات أنه لازم القبيلة دي يبعدوها. تمت الإبعاد بتاعت القبيلة بتاعت الفولان وتحميشها في كل 26 دولة أفريقية، وأكثر ناس انضروا أهلنا في موريتانيا واليوم الليلة، وخليك من باقي الدول الثانية يقتلوا وينعبوا أموالهم. فهم ده؟ ده عدم الشنو يا جماعة؟ عدم الوحدة. أصحاب العلم لما ترجع تجي تشوف التاريخ القدمته القبيلة، مع احترامنا لكل القبائل الموجودة في السودان ومع احترامنا لكل الأبطال الموجودين في السودان، بتجي بتلقى القبيلة قدمت أرتال من الشهداء ورفعت راية الاستقلال، ومن العلماء الدينيين، وحتى تحياتنا لأجدادنا وأحفاد أجدادنا الأسس مدني السني. لكن لما تجي تشوف يبعد الناس اللي بعيد، ليه؟ عشان الناس دي كثيرة لازم تتحمش، دي سياسات لازم تنتهي. فأنا بقول من هنا لحكومتنا، حكومة الثورة، حكومة الوعي، يجب ألا تنتبه لربط النسيج الاجتماعي، وتحافظ وتدي كل ذو حقا شنو حقه، لنا الحق نحن ذاتنا نكون في الحكومة المدنية، نشوف أبنائنا أعمامنا موجودين في داخل الحكومة المدنية الحسي موجودة دي، ما شايفين نفسنا فيها، بعيدين كل البعد. ولما انقربت الحكومة تتشكل اتفتحت علينا جبهات سياسية، سياسات ايديولوجية لإبعاد قبيلة الفولان من السلطة المدنية وبواسطة شعوبات الاستخبارات الدولية. ونحن عندنا الحق أنهم ندافع، لكن بالتي هي أحسن بدون أي إساءة، ونوصل رسائلنا ونطالب أبناء الفولان في السودان عامة، سواء كان في نيالة، قرطوم، دمازين، سنار، القطارف، كسلة، الأبيض، بور سودان، الخروج في مظاهرات تطالب بحقها كاملا. وده داير ترتيب وإن تقدروا، لكن تحافظوا على النسيج الاجتماعي، لازم تلقوا نفسكم في كل حتة، لكن لا يمكن أن نكون فريسة للأحزاب السياسية وللحركات المسلحة وللسياسيين يحتاجوا لنا في وقت الانتخابات فقط، لكن في تشكيل الحكومة المدنية الآن الموجودة حتى سياسة الدكتور عبد الله حمدوك تكون ضد إرقيات معينة، ده بحد ذاته بخلينا لازم نكون حريصين جدا، ونحن حريصين على المدنية وحريصين على الحكومة المدنية وحريصين على السلام، لكن دارين نلقى وجهنا ودارين نلقى نفسنا مع السودانيين في داخل المراية الجديدة لجمهورية السودان. وأكثر شاب انظلم في السودان، سواء كان بالإساءة، سواء كان بالسمعة وتشنيح السمعة وبيضربوا بين الأمثال وأبعدونا حتى من كل المرافق الحكومية، فيجب علينا الوقت الراهن نحن من طالب بحقنا، ما في زول احنا من طالب حقنا بالسلمية وبالفهم وبالوعي التام مع احترامنا لكل القبائل. فيجب على الحكومة المدنية رسالة من هنا
من داخل قناة ينتاري فلبه رسالة للحكومة المدنية، لازم تعرف أن إخصائها لأبناء الفولان وعلماء الفولان ده بيرجع الناس لمربع نميري. ولما نقول مربع جعفر محمد نميري، معروف الكيان بتاع جعفر محمد نميري البداو الصادق المهدي يوم 5 أكتوبر عام 1987 الصادق المهدي كان استلم مذكرة بدأت المجد ون. لما نقول الكلام ده برجع للحكومة الصورة عليها الانتباه من الله، فلأنا بتكلم عليه ده، وده تحذير حقيقي. وإحنا من طالب عندنا، نحن كلنا عندنا ناس أكفاء، عندنا العلماء، عندنا الدكاترة، عندنا البروفيسرات، لا يمكن نتحمش. التحميش لا يمكن لأبناء الفولان في السودان، مرفوض تماما. وإحنا من طالب بحقنا، ومن طالب بالعدالة، ومن طالب بتوزيع الثروة والسلطة كاملا بدون تجزيع بدون تحميش لأي قبيلة. لا يمكن نكون أتباع لحد يوم الليلة أبدا، لا يمكن نكون أتباع. والكلام ده ما تحدي، لكن رسالة، والرسالة لأبناء الفولان لا يمكن. والكلام ده قلنا قبل كده في منابر أخرى، حتى أبنائنا وأخواننا وأصدقائنا الموجودين في الحركات المسلحة موجودين في مناطق محمشة، قلنا الكلام ده قبل كده. وإحنا من دافع عن عشيرتنا وقبيلتنا، من دافع عنا بما يرضي الله، من دافع عنا في حقها فقط وليس لظلم حد. وبنحترم كل القبائل، ونحترم الجيرة، وبنوصي باحترام الجيرة، وبنوصي باحترام كل إنسان مهما هو موجود. لكن ما بمعنى أنه إحنا هنخلي حقوقنا المرة دي، الصورة دي صورة وعي،